لمناقشة واقع الأطفال في العراق في ظل الأزمات التي يعيشها البلد تنضم إلينا عبر الهاتف من ستوكهولم الناشطة في حقوق الإنسان آمال الضفيري. أستاذة آمال، مرحبا بكم. يعني كما تعرفون، التقارير الأممية تؤكد أن 4.8% من أطفال العراق هم في سوق العمل، لكن إلى أي مدى يعارض هذا الواقع الذي يعاني منه أطفال العراق يعارض دستور عام 2003 الذي اتفق عليه شركاء العملية السياسية، وأيضا قالوا في وقتها إنه سيجلب الرفاه لكل طبقات الشعب، طبعا على رأسهم أطفال العراق؟ مرحبا بكم. أهلا بك سيدي. طبعا نعم، هو الحال صار أسوأ طبعا بعد 2003 بسبب الحروب وبسبب الاحتلال. أطفال فقدوا الأمان، فقدوا الأطفال فقدت يعني فقد أبوك، فقد العائلة. طبعا سوء إدارة الدولة أدى إلى تفاقم يعني هذه الأزمة، والأطفال طبعا هو المجتمع العراقي كله تأذى، لكن الأطفال يعني الجزء الأكثر مأساة هو الأطفال اللي تأثروا بهذه الحروب وهذه المشاكل السياسية. طبعا يعني هو موضوع، مو موضوع حتى دستور، هو يعني العراق موقع على عدة يعني تعهدات بالأمم المتحدة بقوانين رعاية الأطفال. عندنا قوانين شؤون العمل حتى هي تحرم عمالة الأطفال، لكن لا يوجد تطبيق لهذه القوانين، هذه المشكلة. طيب أستاذ أمال، الصراعات السياسية وأيضا النزاعات المسلحة، كثرة الميليشيات خاصة بعد عام 2003، هل أثرت على واقع أطفال العراق؟ بالتأكيد بالتأكيد. يعني الضحية الأولى بالنزاعات العسكرية هم الأطفال. أول شيء يفقد الأمان، يفقد الأمان، احتمال يتهجر، هذا احتمال أهله أو أبوه يموت. يعني الأمان اللي هو أهم عنصر هو فقد الطفل. عندك لما أجت داعش صارت كوارث بهذه المنطقة، ورا داعش جتنا الحشد، كوارث أيضا صارت سببها الحشد. فهذا كله بسبب الصراعات، صراعات السياسيين، وتحولت إلى صراعات يعني على أرض. نعم أستاذ أمال، فئات واسعة من الأطفال في العراق بلا حماية وأيضا بلا حقوق، هل هذا يؤشر بأن أطفال العراق خارج نطاق تفكير الحكومات المتعاقبة التي أتت بعد عام 2003؟ بالتأكيد. يعني أنا مدى أشوف أي عمل يثبت أنه هل الحكومات العراقية والسياسيين المتعاقبين مركزين على الأطفال. يعني ولا مرة أنا سمعت أنه اجتمع البرلمان حتى يتكلم عن قضية الأطفال، ما صارت. يعني كل شيء اللي يصير بهذه الحكومات المتعاقبة هي يعني على مصالح شخصية، يعني على أشياء تهم السياسيين فقط. أطفال وين المدارس؟ وين الكتب؟ وين الصحة، التأمين الصحي؟ وين المدارس؟ وين البيت؟ وين الاستقرار الاقتصادي؟ هاي كلها تأثر طبعا على الطفل. أستاذة أمال، إذا أردنا أن ننطلق إلى الحلول، ما هي الحلول برأيكم لجعل أطفال العراق في أفضل حال وأفضل صورة؟ من أين ننطلق؟ ننطلق أول شيء نوفر لهم الأمان. نعم. يعني مثلا عندك أطفال النازحين، هذا شلون أفهمه؟ أول شيء أنت خلي له بيت، خلي يحس بالأمان. ثاني شيء وفر العمل. أكثر الأطفال بسبب العوامل الاقتصادية قاعد تطلع تشتغل بالشارع. وفر له أمان، وفر الأمان، وفر فرص عمل، سوي قوانين هازمة، ممنوع العمالة، عاقب رب العمل، سوي قانون راح تقل هذه. طبعا هي ظاهرة مستحيل يعني تختفي، لكن ممكن كلش يعني تقل باستقرار الدولة نفسها. نعم. من ستوكهولم الناشطة في حقوق الإنسان آمال الضفيري، شكرا جزيلا لكم.